جردت حسابات اقتصادية مالية ونقدية عما جرى في العام 2023، وما هي التوقعات والتقديرات المتوقعة لعام 2024؟ كيف أثرت الحرب على غزة والحرب في جنوب لبنان على الاقتصاد اللبناني، وأيضا كيف أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي، وتحديدا بعد ما جاء يعني العمليات التي تجري في البحر الأحمر؟ أيضا سنتحدث عن موضوع موظفي القطاع العام، عن ما سيقوم به نائب الحاكم الأول اللي هو الآن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في الأيام المقبلة، عن توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية ومواضيع أخرى طبعا في هذه الحلقة. ولكن يعني خليني بلش هذه الحلقة من ما بعرف إذا هي بشرة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وإن كانت لا تعني شيء فعليا قدام الواقع الاقتصادي اللي عم نعيشه. فوزير العمل مصطفى بيرم كان أعلن اليوم من الطيبة ببعلبك عن توحيد بدلات النقل للقطاعين العام والخاص ليصير 450 ألف ليرة، ويصير هيدا البدل يومياً جزء من الرواتب طبعا يوميا 450 ألف، يعني مع تآكل رواتب القطاع العام، وخصوصا بعد ما فينا نعتبر على الرغم من انه بعضهم عم ياخذوا يمكن عصيرفه، ولكن صار سعر صيرفه مثل سعر السوق اللي عم ياخذوا عليه رواتبهم بالقطاع العام. هل هذا الشيء فينا نعتبره بشره ساره لموظفي القطاع العام تحديدا؟ بالبدايه تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين، اكيد ينعاد عليك وعلى الجميع ان شاء الله بايام بالصحه والعافيه، وتكون سنه جديده سنه خير على لبنان من كل النواحي. هلا اكيد اليوم معالي وزير العمل عم بيحاول انه يعمل شيء قدر المستطاع، اكيد ما بيكفي، واكيد اليوم رواتب القطاع العام قد ما قدرنا نحسن فيها بعد ما وصلنا للحد الطبيعي اللي لازم تكون عليه. اي نعم، نحن بنعرف انه قبل الازمه كانت الرواتب مضخمه بشكل كتير كبير، ولكن اكيد مش لدرجه ترجع وتنزل لهيدي الطريقه، يعني روح 98% من قيمتها. كان في كتير مطالبات، ونحن من الأشخاص اللي عم بتطالب دايما بتحسين رواتب القطاع العام، كل القطاع العام بالتساوي، لأنه مع الأسف كمان في شغلة بدي أذكرها قبل ما بلش بالتحليل، أنه دايما عم بيكون في نظرة غير متساوية للقطاع العام. يعني مثلا دايما أوكي عملوا أعطوا بدل إنتاجية للأساتذة بالمدارس والجامعات، 300 دولار لأساتذة المدارس، حوالي 450 دولار أو 500 دولار لأساتذة الجامعات بدل إنتاجية. هلأ عم ينحكى بدل إنتاجية ل 10,000 موظف بالإدارات العامة، إلا أنه العسكر اليوم أو ال 120 ألف شخص بيشتغلوا المؤسسة العسكرية ما زالت رواتبهم كتير متدنية، وصار في كتير جاب فرق يعني بين رواتب الأساتذة ورواتب الموظفين بالإدارات الرسمية مع القطاع العام الآخر اللي هو القطاع العسكري. اليوم الأمن العام أو أمن الدولة أو الجيش أو الدرك، هودي أشخاص يمكن هن بحاجة للمساعدة أكثر من غيرهم. ليش؟ هو أشخاص حاملين دمهم على كفهم، ودي أشخاص بكل المآسي والظروف اليوم موجودين. امبارح حصلت حادثة التلفريك، شفنا كيف العسكر بالجيش خاطروا بحياتهم كمان ينقذوا الناس، بالحرب هني موجودين، بالسلم هني موجودين. لهيك أنا من أشد المطالبين بكل المنابر من على منبرك وبكل الجلسات اللي بتناقش هذا الموضوع بالمساواة، بالحد الأدنى مساواة بين أفراد القطاع العام، ولا يجوز اليوم التفرقة بين موظف مدني وموظف عسكري، وأيضا المساواة بين المتقاعد والدوام الفعلي، لأنه كمان المتقاعد هذا شخص أفنى عمره 30 سنة و 40 سنة بخدمة هذا الوطن، سواء كان بالمؤسسة العسكرية أو حتى بمؤسسات أخرى. فهيدي اليوم متمنى من وزير المالية، وهذا نداء له للرئيس الحكومي دولة الرئيس مئاتي، أنه ما بيجوز بعد نتعاطى بهذه الطريقة، لأنه بالأساس كل القطاع العام عم بيعاني من فقدان لقيمة روابه، فبالتالي هو عم يفقد قيمة روابه وبنفس الوقت أنا بعمل تمييز بينه وبين غيره، فهذا لا يجوز. نتمنى الطروحات اللي عم تقدمها اللجان بهذا الأمر عندما نحن للمعنيين تلقى أذان صاغية ويصير في تعديل سريع لموضوع الرواتب. اليوم هيدي الزودة أكيد منا كافية، و450 ألف يوميا يمكن أقل من حاجة الفرد اليومي يدفعوا أكثر، يعني نحن بنعرف أساسا حتى يعني
السيرفيسات والتاكسيات بده اسعار مختلفه صح وما صح في توحيد للتسعيره بين منطقه واخرى جيد جيد وبالتالي بيختلف اي نعم ريك خلينا نعتبرها خطوه نحو التصحيح يعني خلينا نعتبرها خطوه يقول نحو التصحيح وانا بلقاءات عديده مع الدكتور بيرام بعرف قد شو عم بحاول يلاقي حلول لهذا الامر هو من اكثر الاشخاص استماعا لان على الطروحات اللي بنقدمها ودائما عامل مثلا عامل لجنه مؤشر من جهه ودائما باستشارات مع خبراء اقتصاديين وانا لي الشرف كون حدا منهم بشكل مستمر على موضوع تحسين الرواتب فالدكتور بيرام عنده يعني كثير عم بحاول ايجاد الحل قدر المستطاع هذا بالنسبه لمقدمه اما بالنسبه لرواتب القطاع العام نحن اليوم اكيد بعد ما وصلت للمستوى المطلوب يعني اي نعم افضل من بالعام 2023 بنهايته كانت افضل من العام 2022 ولكن بعد ما وصلت للمستوى المطلوب اذا قلت لك هلا اليوم بدراسه معموله بشكل واقعي اقل عائله من اربعه اشخاص بحاجه بين 600 ل 700 دولار بالشهر لتعيش فكيف موظف ب 200 دولار او 180 دولار او 230 دولار بده يعيش تحديدا القطاع العام عم نحكي الجيش الجيش هو امنية بالضبط وموظفي دولة والمتقاعدين لانه المتقاعد ما عم ياخذ زودات بدل انتاجيه انه بدل انتاجيه محصوره فقط بالدوام هو شو اللي فرق بين رواتب اثنين بدل الانتاجيه يعني يوم اذا استاذ سنوي معاشه 25 مليون ليره بعد الزودات عم ياخذ 300 دولار زياده عليهم بدل الانتاجيه يعني صار راتبه تقريبا 600 دولار بينما الموظف السلك العسكري اذا كان ريبه مثلا 17 مليون او 16 مليون او 15 مليون عم يطلع 150 170 دولار على السعر الحقيقي هلا وبنفس الوقت ما عنده بدل انتاجي يعني هذه شغله للاسف بده انتباه لانه انا برايي قادره الدوله خاصه بارقام الموازنه اللي طلعت عليها وهذا التضخيم بحجم الايرادات والضرائب اللي عم بيعلوه إذا أنت لا عم تعلو ضرائب بهالطريقة إذا ما بتقدموهم بدل لا بالحد الأدنى للموظف المنتج مثل حدا بيقول لك ما القطاع العام بحاجة لإعادة هيكلي أنا بعرف إنه بحاجة لإعادة هيكلي بس هذا بحاجة قبل إعادة الهيكلي للرقابة حقيقية هذه مشكلة الدولة مش مشكلة المواطن المنتج اللي عم بروح على شغله من الصبح لليل واللي عم بداوم بكل شفافية إنه أنا أظلمه مقابل حدا ما عم بداوم طب من المسؤول اليوم عن غياب سياسة تصحيح شاملة للأجور في القطاع العام؟ لكن مشكلة القطاع العام بالتحديد هي بحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع العام ولكن حتى أحكيها مثل العادة بموضوعية القوى السياسية تتهرب من هذا الأمر لأنه في حوالي 70,000 وظيفة تقريبا بالقطاع العام ما بداومه أو بداوم مطرح سجانين بمطرح ودوموا بمطرح وهذه كلها ها ورم وظيفة إجا من توظيفات سياسية وهنا ما أقول توظيفات سياسية عم بشمل كل الأحزاب السياسية تقريبا بالبلد لدواعي انتخابية أو دواعي خدماتية كانوا يوصوا عشوائيا أو شخص مثلا بيمضي بمكان عمل معين بروح بيمضي أو حتى ما بيمضي وبيأخذ معاش آخر الشهر هو عم يشغل بالقطاع الخاص في كتير حالات بهذا الموضوع هذه مشكلة الدولة مشكلة القوى السياسية ترفع عنهم الغطاء ويتخذ أنا الأوان يتخذ قرار يكون في جرأة عند القوى السياسية مع محاسبين اللي هي منتبهين لأنه نحن حكموا لا نحن وصلنا بمرحلة أنتم عم تأخذوا من درب الموظف اللي عم يشتغل أنا بس إذا بعطيك رقم بشكل طبيعي هو بشكله تقريبا 27 ل 28% من حجم القوى العاملة إذا أنا بس بقيمه لهود الأشخاص يعني زادت رواتب الناس اللي بقى يا 27-28% لأنه أنا عم بياخذ 27-28% من مجمل الرواتب هودي إذا أنا بقيمهم منهم وبقسمهم على البقايا قديش بتحسن رواتب الباقيين فبالتالي بصير في إمكانية لنحكي بزيادة معاشات أكثر إذا منا حجة اليوم إنه أنا بعرف إنه بده إعادة هيكلة وأنا من أشد الأشخاص اللي كنت دائما أعترض على حجم الرواتب العالي وكنت أحكي بموضوع التضخم ولكن مش لدرجة مثل ما قلت نملوا من ريبو 70-80% لازم نرجع بالحد الأدنى لما قبل السلسلة يعني داش كانت رواتبهم ما قبل السلسلة لازم نرجع بالحد الأدنى قريبا لهذا الموضوع طيب.